عودوا مثل ما نتمنى لهم كل التوفيق في مسيرات العودة الكبرى إلى الأراضي المحتلة منذ سنة 48. تحياتنا لكم أيها الأبطال وأمنياتنا لكم بمزيد من الصبر والصمود وفرجة ممتعة في مباراة اليوم. على ذكر الصمود فإن مباراة اليوم عنوانها الصمود من جانب ليفربول والسعي نحو المفوق سبق له الفوز بالخمسة على ليفربول هنا في مباراة الدوري. طبعا حضور جماهيري قياسي في المدرجات لكن الأجواء الخيالية أبدا لن تكون عالية. مرفوعة وين في القائمة الثانية أو الأول؟ الإسباني ماتيو لاوس كرة خطيرة وانطلاقة جول جابرييل جيسوس يهز الشباك الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة. جول 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 فعلها البرازيلي وانفجر ملعب الاتحاد ستاديوم. قلت لكم بأن المباراة ستكون مثيرة، الذي سنشاهده اليوم لن تشاهدونه سوى في مباريات الفرق الإنجليزية. رحيم انطلق ومرر جابرييل جيسوس جول. السيتي يفتح مجال التسجيل. ماذا فعلت يا فان دايك؟ ماذا فعلت يا فيرخيل؟ جول يا رحيم، جول يا جيسوس، جول يا السيتي. هدف مقابل صفر لصالح مانشستر سيتي. المرور من أمام أرنولد، الكرة في العمق والدوم، الكرة البعيدة وبعيدة تماما على تومبرلاين. لا محمد صلاح عنده الكرة العرضية البعيدة يا محمد، أول كرة من سروين بعيدة. لم يكن لديك متسع من المكان من المساحة ومن الوقت أيضا لركنية عرضية رجعت الخلف تروح مباشرة. الكرة خطيرة، كرة راح دافيد، دافيد سيلفا دخل توزيع ترجع لروا ساني، ساني صلاح ماذا تفعل يا هيدرسون؟ اولالا 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 التدخل من قبل ساديو ماني. لا 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 يا هيدرسون، لا 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 ستنال أنت أيضا البطاقة الصفراء يا هيدرسون، ينالها المهاجم الماس. هيدا الكرة الخطيرة راح يبسلي وصل متأخرا ديال لوفرن، يريد أن يدخل بالكرة ولا يلعب كرة عالية خطيرة. انطلاقة من دافيد سيلفا، ماهوش بتسلل الحق الكرة، دافيد سيلفا وصلت لماني، دفاع رجع دافيد سيلفا وماني أو صاني، كرة بعيدة راحت مباشرة ضربة مرمى. ضغط عالي رهيب جدا من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي. ليروي ساني في التوزيع والصد من كاريوس، ساني هيدا وصلته ليروي ساني، ساني ساني وتقود فريقك للتأهل. ساني نفذ الركنية، دافيد بغل، دافيد سيلفا راح من هنالك على الجهة اليسرى، دافيد سيلفا تشامبرلين بعيدة تماما لمحمد صلاح. هيدرسون وينك؟ يلحق على هذه الكرة، انت خاسر 3-0. كيل ووكر كرة بعيدة تغطية من أرنولد، الكرة البعيدة من أرنولد، رحيم لدي بروين، الكرة الحكم المساعد اعتقد رفع الراية معلنا وضع التسلل ام ضربة مرمى لدفاع ساني ودافيد سيلفا. ساني اوي 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 في اي لحظة من لحظات المباراة. ساني فرناندي دو سيلفا زوج لاعبين رجع للخلف، ولا لا التسديدة من كيفن دي بروين ولوريس كاريوس لم تكن فيها القوة والدقة. لسيلفا على الجهة اليسرى، دافيد وبرناردو ومازال وسيلفا جول. لا الحكم ماذا قال؟ البطاقة الصفراء لبرناردو سيلفا. يا برناردو يا سيلفا مازال عنده الكرة، ساني ودافيد، ساني لدافيد، سيلفا رحيم رحيم والتغطية دفاعية من رحيم 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 السيد الحكم يقول ضربة مرمى يا رحيم، ليس هناك خطأ ولا ضربة جزاء ولا هم يحزنون. رحيم دخل ببراعة هنا، ليلى من محمد يلعبها وكرة خطيرة وصلاح وجول. بابا 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 رائع وبارع يا محمد يا صلاح، جول رائع وبارع.
الانتحال لا تتكرر إلا بعد سنوات طوال. محمد صلاح يخطف الكرة ويسجل هدف من أروع ما يكون، حالة لا تتكرر إلا بعد زمن طويل يا محمد أمام أنظار بيب غوارديولا. 40 دقيقة الأولى من عمر اللقاء بذلك الشكل، فيرمينو دخل، فيرمينو جول البرازيلي فيرمينيو يضع فريق ليفربول في المباراة النصف نهائية ويحطم غوارديولا ومانشستر سيتي ويحطم كل المجهودات. ما ليفربول يفعلها بجدارة ويتأهل للدور النصف النهائي. انطلق فيرمينو مسجلا هدفه الثامن في دوري الأبطال لهذا الموسم. نعم يا فيرمينو، عندما ينفلت من هنالك على الجهة اليسرى بعد هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه أوتامندي، سرق الكرة فيرمينو دخل وحطها.